يثير التداخل بين كوفيد-19 والإنفلونزا الموسمية قلق علماء الأوبئة. هناك أيضا قلق من مواجهة وبائين في وقت واحد، وربما قد يؤدي هذا المزج إلى وبائين في نفس الوقت وبشكل ويشكل لا قدر الله عبئا على أنظمة الرعاية الصحية. لمناقشة هذا الأمر ينضم إلينا البروفيسور عبد الله بدو، وأستاذ باحث في علم المناعة بكلية الطب والصيدلة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وكذلك الكاتب العام للجمعية المغربية لعلم المناعة وعضو المكتب التنفيذي للفيدرالية الإفريقية لجمعيات علم المناعة. مساء الخير سيدي الكريم. أهلا وسهلا سيدي، تحية للمشاهدين الكرام. أستاذ كريم، هناك تحذير صدر عن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط من احتمال أن يتسبب موسم الإنفلونزا الوشيك في ذروة ثانية لفيروس كورونا، فما أوجه يعني التشابه وأيضا الاختلاف بين كلا الفيروسين؟ بالفعل سيدي، هنا نتحدث عن فيروسين اثنين، فهما فيروسين مختلفين، لكن عندما ينتشر فيروسان وبائيان في آن واحد وفي منطقة واحدة يعني ويستهدفان نفس الأشخاص ونفس السكان، فإنهم يتداخلون فيما بعضهم البعض، ويمكن للفيروس الأول أن يؤثر في انتشار الفيروس الثاني بين الأشخاص، والعكس صحيح. وكما تعلمون فالمعطيات بأن بالنسبة للفيروس التاجي الجديد فالمعطيات جد محدودة، وبالتالي هناك تخوف أن هذا التداخل ما يكونش عندنا عليه معلومات كثيرة. فالحل الوحيد اللي عندنا في هذا الوقت هو أننا نتوخى الحذر، فيجب الحذر والتقيد بجميع التدابير الوقائية لتجنب هذه الحالة اللي ممكن أن تكون سيئة، يعني من المحتمل أن يكون فيها عواقب سيئة جدا. نعم، وهنا دعني يعني بشكل عام هما الفيروسين يستهدفان يعني الجهاز التنفسي، فالسؤال هو أين تكمن الآن مخاطر دخول موسم الإنفلونزا مع استمرار تفشي فيروس كورونا عبر العالم؟ نعم، فكما يعلم الجميع فالأعراض التي يسببها هذين الفيروسين فهي أعراض شبيهة جدا، فالأعراض التي ينتجها فيروس سارس كوف 2 الفيروس الذي يعطينا الكوفيد-19 والفيروس إنفلونزا الموسمي فهي أعراض جد شبيهة. والمشكل الكبير اللي قدر يحصل هنا هو أنه يعني التخوف هو الخلط الذي قد يحصل عند المواطن عندما يصاب بفيروس إنفلونزا، فهو ما يعرفش واش عنده الإنفلونزا ولا عنده الفيروس كوفيد-19. فتخيل معي سيدي عبد الله كيف يمكن أن يكون هذا الخوف والهلع في وسط يعني الساكنة اللي ما يعرفش راسه واش عنده الفيروس يعني التاجي، اللي هو يعني المعطيات الآن وضحت لنا بأنه أخطر بكثير، لا سيما المعطيات على حسب يعني معدل الوفيات اللي هي أكبر بكثير من معدل الوفيات بالنسبة للفيروس الإنفلونزا. فالآن معدل العالمي للوفيات هو في حدود 3.2% بالنسبة للفيروس التاجي الجديد، وهو فقط في حدود 0.2 بالنسبة لمعدل الوفيات للفيروس إنفلونزا. فبالتالي نعم، يكون من الأفضل أننا يعني يمكننا نفرق بين هذا يعني الفيروسين، لا سيما بالنسبة للأطقم الطبية. أمام هذا الخلط الذي تقولون بأنه سيحصل لدى المواطن الآن، كيف لنا بشكل عام تفادي التعرض لهذا الخطر المزدوج يعني الإنفلونزا والكورونا، ويعني ما هي التدخلات الطبية المتاحة لكل من الفيروسين؟ نعم، بالفعل بالنسبة للفيروس التاجي فكما تعلمون فليس بين يدينا أي دواء أو لقاح فعال لحد الآن، فيعني الحل الوحيد اللي بين أيدينا واللي هو فعال هو تدابير
الاحترازية اللي كنعرفوها اللي كيعرفها الجميع، لكن يجب علينا أن نتقيد بها. يجب علينا أن وأبدأ من نفسي، يعني يجب على كل واحد فينا يأخذ المسؤولية بين يديه وأنه يتقيد بها يعني بشكل يعني موضوعي وجاد. هذا بالنسبة للفيروس كوفيد 19. أما بالنسبة للفيروس الإنفلونزا الموسمي فعندنا الحمد لله لقاح، فأظن أنه هذا العام بالذات يكون يعني يقدر يكون عنده واحد الامتياز كبير، لأنه غيخفف على الأطقم الطبية والأطر الطبية والمستشفيات، على الأقل نفرقوا بين نخفوا على ذاك العبء اللي غادي يتزاد. دابا كتشوفوا الأرقام يعني لسوء الحظ اللي عندنا يوم بعد يوم، فهذو أرقام مهولة، يعني أرقام الأشخاص اللي كتصاب بالفيروس وكذلك الأرقام الوفيات. فتخيل معي سيدي عبد الله إذا أضفنا على ذلك يعني الأرقام ديال الإنفلونزا الموسمي، فيقدر إلا قدرنا يعني نتجنبوا هذه المسألة، غادي كنظن بأن غتكون عندها استفادة كبيرة جدا.